قعدنا دلوقتي مع تسليم الجائزه بتاعت الاسبوعيه بتاعت البرنامج بتاعنا. اتصلت بينا المره اللي فاتت او اخترنا في السحب ساره واعتذرت، والنهارده معانا مي هي اللي كسبت طقم الحلل. طبعا مبسوط جدا ان انا بيكسبوا او بيشتركوا او بيتابعوا برنامجي الاطفال الصغيرين. طبعا هي عروسه ما شاء الله، ودي كانت هديه من مجموعه محلات سفرة الادوات المنزليه عشان بقى تشيلها فرحها كده ان شاء الله. وقلنا بقى بتتابعي البرنامج بقالك قد ايه؟ بتعملي اكل يا ماما ولا لا؟ ماما هي اللي بتعمل كده يعني. لا انا بساعد ماما في الاكل وبتابعك بقالي سنتين. فعلا؟ ده انا مبسوط جدا الكلام ده. بتعمل ايه اكتر حاجه حبيتيها عملناها؟ قولي لنا بقى كده. بصي هناك اكتر حاجه حبيتها اللي هي ايه؟ قولي. ما تقوليش المونتين كيك. ايوه. بس انا نفسي بحبها. بصراحه كل الناس بتحب موضوع الشوكولاته. احنا انا بحاول قد ما اقدر طبعا نعمل الحاجات البسيطه دي عشان توصل لكل الناس ان هم يجربوا ويعملوا. ومبسوط جدا بيك يا مي، والف مبروك على الهديه، وان شاء الله بقى تتابعي تاني وتقدمي بتسلمينا تاني عشان تكسبي تاني. ولسه معانا هدايا كتير. شرفتيني. قولي بقى عندك كام سنه؟ في سنه كام؟ حاسك مكسوفه كده. انا اهو عندي 13 سنه في تاني اعدادي. ايوه. طب بتحبي الطبخ؟ نفسك تطلعي ايه؟ مغنيه. طب ممكن تطلعي شيف بقى وتضحكي عليا. يعني برضه لو ما ينفعش تطلعي شيف. تطلعي شيف ومغنيه. وشرفتي النهارده ومبسوط بيها وجودها جدا. وكده خلاص خلصت حلقتنا النهارده. اشوفكم بكره نفس الميعاد في كل يوم جديد مع محمد ابراهيم. والسلام. يلا بقى اعملي معايا سلام ختام.